أسرار الشخصية القوية الواثقة من نفسها الناجحة، وحتى لو انت الأسرار دي مش موجودة عندك تقدر تكتسبها. أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حكمة في قصة مع دكتور أسماء سعيد. أهم سر من الأسرار دي إن هو شخص يتحمل مسؤولية أي قرار في حياته، ويعلم جيدا إن نجاحه وفشله تطوره وأي نتيجة هو وصل لها هي نتيجة إن هو السبب، هو السبب في كل حاجة في حياته. مفيش شخص ناجح ولا قوي ولا واثق من نفسه إلا مقتنع بده. ليه؟ لأن البني آدم لما يقتنع إن هو السبب في ده بيغير ما في نفسه بسهولة جدا، وده اللي ربنا قالنا عليه. وظن أنا من متابعة الحلقات كلها اللي انتوا شفتوها أثبتت كتير جدا ليه أنا السبب، لأن ربنا قال لي حياتك مش هتتغير إلا لما تغيري ما في نفسك وهكذا. يبقى رقم واحد يعلم أنه السبب في كل تفصيلة في حياته، من شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. رقم اتنين، بيعرف يقول لا حتى لو إيه اللي حصل. بمعنى مثلا مثال بسيط، شخص مثلا كلمه في التليفون وقال له انا جاي لك دلوقتي، فهو مش مستعد، نايم تعبان ورا شغل، قال له انا اسف والله مش هقدر استقبلك لان انا عندي ظرف كذا كذا، ويقول الحقيقه ما يفضلش يكذب ويتلاعب. ليه؟ لان ده حقه. ربنا قال في القران ان الطبيعي ان حتى لا تدخلوا بيوتا حتى يؤذن لكم. طب لو انا ما اديتلوش الاذن ما يخشش، ما يفضلش بقى يلوم في نفسه. طب اعمل ايه؟ حاجه من الاثنين، يا اما يجي على نفسه عشان خاطر اللي قدامه، يا اما بقى يكذب يقول اصل انا مش موجود، يا اما مثلا يفضل يطلع في مبررات. ليه الخزعبلات دي؟ الشخص القوي واثق من نفسه، انا اسف مش هقدر استقبلها بس انا عندي كذا، هيزعل مره هيزعل الثانيه بس والله بعد كده هيعرفوا ان ده له قيمه، شخص مقدر نفسه ومحترمها. اهم صفه من صفات الشخصيه الواثقه الناجحه القويه ان هو لا يكذب ابدا تحت اي ظرف، ابدا صادق. بني ادم كده صادق مع نفسه، مش طول ما هو قاعد ماشي بالكذب وعمال عشان يثبت بس ان هو قوي. القوه مش بالكلمات الكذب، بالفعل والقول الصادق. من اهم سمات الشخصيه القويه الواثقه الناجحه انه لا يتحدث فيما لا يعني. يعني ايه؟ يجي قاعد في مكان ما يفضلش يفتي عشان يتكلم وخلاص، لا، بيتكلم في الوقت المناسب ويسكت في الوقت المناسب. فأنا عامل حلقة عن الصمت رهيبة، عارف هو بيعمل ايه، مش ماشي كده وخلاص الاحداث تاخده وتجيبه وماشي بالغيبة وماشي بالنميمة، لا، عارف هو بيتكلم في ايه وامتى وازاي وعشان ايه. اللهم ردني نفس مطمئنة في جنتك. الشخصية دي لا يدخل في قلبها ولا كبر ولا حقد ولا ضغينة ولا غيرة، مركز مع نفسه، يقارن نفسه بنفسه، لكن يقدر يخش في حاجة لا، يقولك أنا عارف إن أنا السبب في اللي أنا فيه ده كله، فأنا أظبط حياتي وأظبط دنيتي. والأهم من ده عنده ثقة بنفسه، لو اتوزعت على الدنيا كلها مش هتهتز. ليه؟ ثقته جاية من الله. اسمعوا حلقة الثقة بالنفس داخليا وخارجيا على القناة. الشخصية دي بتكون ذو كاريزما، بيعرف يختار الفاظه كويس قوي. انا عامله حلقه برضه ازاي تختار الفاظك وازاي تكون ذو كاريزما، هتكون مكمله للحلقه دي. بيكون شخص مقدام شجاع جريء، بيفوت في الحديد زي ما بيقول. الناس كلها تقول له مستحيل، هتفشل، هتعمل، لهم لا، انا واثق في ربي، انا ما بستمدش كلامي من الناس، انا بستمد كلامي من رب الناس. الشخصيه دي بتستمتع بالفشل. ليه؟ لانه واثق ان كل فشل لازم بيتعلم منه، وربنا بيجهزه لحاجة معينة. عنده نور في البصيرة. بصوا، يمكن لو كل ده مش موجود ونور البصيرة موجود انتوا لن تتخيلوا. نور البصيرة اللي هو علم الفراسة، اسمه حلقة علم الفراسة سحر، كأن عارفين ده السحر الحلال، انا بقول كده. الشخصية دي تعيش بالحب، قلبها ما بيخشش كراهية ابدا، دايما يلتمس اعذار للاخرين، دايما عايش بالحب، ماشي بالحب، واول الحب هو حب ربنا جواه. اسمعوا الحلقه بتاعه الحب ما بين العبوديه والحريه، حلقه في قمه، لان لو دخل حب ونور ربنا جوه قلبك انت هتمشي عارفين اللي هو بقى ايه،
أو من كان ميتة فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. الشخصية دي عندها رسالة وهدف عايشة علشانها، مش عايشة عشان تاكل وتشرب وتنام وتقرأ القرآن بكل حرف حسنة. انت بتضحك على نفسك وهيعدي السنين وتقول يا ريتني، انت جاي الدنيا لدور ورسالة وتفعيل القرآن اللي انت عمال تقوله بكل حرف حسنة. الشخصية دي مهمة جدا، بتحب تزكي نفسها، العلم ثم العلم ثم العلم، تطوير الذات، تطوير نفسه، شخصيته، فلوسه، حياته، دايما بيدور على الجديد على الأحسن، بيقارن نفسه بنفسه قبل كده، مهتم بنفسه، بيحب نفسه، متصالح مع نفسه. الشخصية دي دايما تردد أنا مصمم على بلوغ الهدف، فأما أن أنجح وأما أن أنجح. ما عندوش الفشل أبدا حاجة في طريقه، حتى لو فشل بيبقى عارف أنه طريق للنجاح، مش حاطط حاجة سلبية في حياته، ماشي في طريقه ومركز على هدفه بقيم وأخلاقيات. لو أنت نفسك تكون شخصية قوية وناجحة وذو كاريزما، اتبع الخطوات دي واسمع الحلقات اللي أنا قلتها. يا رب تكون الحلقة دخلت عليكم بالنفع، اعملوا شير للحلقة عشان تقعد عليكم بالنفع عليكم وعليا، واعملوا لايك دي بمثابة شكر ليا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا من إذا ناديته سمع النداء، حتى وإن ذكرته نفسي في خفاء، فكيف أشقى وأنا الذي من قدره مهما شكرته فعاجز أنا عن شكره. وحين أذكرك تطيب نفسي وتهتدي، وتطمئن روحي بأنسك ترتوي، من عطش طال علي بغفلتي، اللهم ردني نفس مطمئنة في جنتك.